أهلا بكم في الليلة، معكم أنا خالد سعيد ونناقش فيها بواقع أصوات لم يسبق أن تحصل عليها قرار أو قانون داخل مجلس النواب. تعتمد تسمية ناجي عيسى محافظا لمصرف ليبيا المركزي ومرعي البرعسي نائبا له، إلى جانب تأكيد على تعيين مجلس إدارة المصرف خلال 10 أيام، وهي المسألة التي ستفتح الفصل الجديد من الخلاف بين المجالس الثلاثة. فهل عدم تطرق النواب لذكر المسؤول عن تعيين مجلس الإدارة يعكس قبولا بما اشترطه المنفي من ضرورة التوافق بين الرئاسي والنواب والأعلى للدولة؟ نناقش هذه الأسئلة وغيرها في حوارية الليلة بعد ساعة إخبارية مفصلة، نتابع عناوينها مع أزم علي. شكرا خالد. بعد اعتماد النواب اتفاق المركزي، البعثة الأممية تدعو الأطراف المعنية لضمان عملية التسليم والتسلم للقيادة الجديدة. بداية من الغد، المركز المكلف من الرئاسي يوقف الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي، ودبيبة يرحب بالخطوة. خوري تكشف عن وعود من شرق البلاد بفتح الحقول، ورقابة النفط تعلن تجاوز الخسائر اليومية 400 مليون دينار. تشاركني في نشرة الليلة الزميلة مروان أبش. شكرا لك آزم. وفي نقطة نقاش الليلة مشاهدينا، تتابعون، منذ قرابة شهر محل توش ببلدية الغريفة دون كهرباء جراء التقلبات الجوية التي ضربت العديد من مدن الجنوب. نتساءل في نقطة نقاش الليلة عن أسباب استمرار انقطاع التيار الكهربائي ببعض المناطق الجنوبية، وأين وصلت جهود صيانة الشبكة في الأحياء المتضررة من الأمطار. في ليلتنا جولة على أبرز الأخبار الاقتصادية والرياضية. نعم أزم، نتعرف على أبرز عناوينها رفقة الزميلين حمزة قديش ومازر جوبا. إليك. شكرا لكما. وفي جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة، تذبذب في أسعار صرف العملات الأجنبية بالسوق الموازية الاثنين، والدولار يسجل 6 دنانير و800 درهم. وتتابعون معنا في رياضة الليلة، المنتخب الوطني يتدرب في طرابلس تحضيرا لمباراتي نيجيريا بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات الكان. كانت هذه عناوين الليلة، أنا فأعود وألقاكم على رأس الساعة المقبلة. أهلا بكم. صوت مجلس النواب على تعيين ناجي عيسى محافظ لمصرف ليبيا المركزي وفقا للاتفاق الأخير الذي رعته البعثة بإجماع 108 من الأعضاء الحاضرين. كما صوت المجلس بالإجماع في جلسة الاثنين على تعيين مرعي البرعسي نائبا للمحافظ على أن يشكل أو يشكل مجلس إدارة جديد للمصرف خلال 10 أيام. هذا ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمصادقة مجلس النواب على المرشحين لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، داعية الأطراف المعنية إلى ضمان عملية تسليم وتسلم سلسلة للقيادة أو سلسة للقيادة الجديدة للمصرف. كما طالبت البعثة في بيان لها مساء الاثنين باستكمال تعيين مجلس إدارة يتمتع بالمصداقية والمهنية، مؤكدة أن وجود قيادة ذات كفاءة وخاضعة للمساءلة للمصرف أمر ضروري لإعادة الثقة للشعب وتعزيز مصداقية المصرف ضمن النظام المالي العالمي. وشدد بيان البعثة على الحاجة الملحة لإنهاء إغلاق الحقول وتصدير النفط وتوجيه الإيرادات إلى المركزي، مطالبة المؤسسات ذات الصلة بسحب القرارات وحادية الجانب في سياق أزمة المركزي. بدوره قال محمد تكالا أن المجلس الأعلى للدولة اعتمد الاتفاق بين ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه. أضاف تكالا في تصريح للأحرار الاثنين ذلك جاء في رسالة موقعة من أكثر من 100 عضو وجهت إلى البعثة الأممية
مؤكدا ضرورة التقيد بنصوص الاتفاق واستكمال تكليف مجلس إدارة جديد خلال الأجال المحددة. من جهتها حال خالد المشي أسماء أعضاء المجلس الأعلى للدولة الموافقين على مقترح البعثة الأممية بشأن تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، وذلك عبر ممثل المجلس عبد الجليل الشاوش. ووفقا للرسالة الموجهة من خالد المشري إلى المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري، فقد بلغ عدد الأعضاء المؤيدين لمقترح البعثة 112 عضوا. هذا ورحبت وزارة الخارجية المصرية بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة برعاية أممية على حل أزمة المركزي. وأعربت خارجية مصر في بيان الاثنين عن أمل القاهرة في أن تعطي هذه الخطوة الدفعة اللازمة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مؤكدة عزم مصر مواصلة العمل على تقديم الدعم اللازم لهذه الجهود بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على مقدرات الشعب الليبي. إلى ذلك رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيطة باتفاق مجلسي النواب والدولة بخصوص حل أزمة المصرف المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد. وأعرب أبو الغيط عن تطلعه بأن يسهم هذا التوافق على عودة ثقة المؤسسات المالية الدولية واستئناف إنتاج النفط وتصديره لتجنب التداعيات السلبية على الاقتصاد والمواطن الليبي. وأكد أبو الغيط ارتياح الجامعة العربية لمثل هذه التطورات الإيجابية، مؤكدا التزامهم بتحمل مسؤولياتهم تجاه ليبيا بما يحفظ وحدتها وسيادتها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها. عدد مجلس النواب 158. بعد 5 أيام من توقيع النواب والدولة اتفاق حل أزمة المصرف المركزي برعاية البعثة الأممية، صادق مجلس النواب في جلسة الاثنين بالإجماع على اعتماد المحافظ ناجي عيسى ونائبه مرع البرغسي على أن يشكل مجلس إدارة خلال 10 أيام وفق ما أعلنه النائب الثاني لرئيس المجلس. رئيس مجلس النواب عقيل صالح أكد حضور 108 أعضاء من أصل 158 محققين النصاب القانوني وفق قوله، وأشار إلى أنهم عالجوا أزمة المركزي التي تسبب فيها المجلس الرئاسي، وثمن موقف أعضاء المجلس الأعلى للدولة حيث وافق 112 عضوا منهم على اتفاق المركزي. في المقابل أعلن محمد تكالة في رسالة موقعة من أكثر من 100 عضو من المجلس الأعلى للدولة وجهت إلى البعثة الأممية عن اعتماد الاتفاق بشأن تسمية محافظ المصرف المركزي ونائبه، وشدد على ضرورة التقيد بنصوص الاتفاق واستكمال تكليف مجلس إدارة جديد خلال الأجال المحددة لذلك، وفي مدة أقصاها 2 أسبوع من تاريخ تسلم مهامه وبناء على نص الاتفاق يتولى محافظ المركزي ترشيح أعضاء مجلس إدارة جديد بالتشاور مع مجلس النواب، ويجري تعيينهم وفقا للتشريعات الليبية النافذة والمعايير المفصلة في الاتفاق، على أن تبقى عضوية وكيل وزارة المالية بمجلس إدارة المصرف معلقة. الاتفاق الموقع بين النواب والدولة يحظر على المحافظ ونائبه ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة في غياب المجلس وإلغاء كل قرار يتعارض مع الاتفاق السياسي، بينما تعمل البعثة الأممية مع جميع الأطراف المعنية على إلغاء القرارات والإجراءات التي تتعارض مع تنفيذ هذا الاتفاق. معي عبر الهاتف من جنوى المحلل السياسي محمد فؤاد، أهلا بك معنا. إذن كيف يمكن قراءة هذا التصويت بإجماع 108 أعضاء على اعتماد محافظ المركزي ونائبه؟ هل نفهم أن الآن يتجه الأمر إلى تفاهمات حقيقية بين المجلسين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة الأمر ليس مفاجئا، موضوع المصرف المركزي من أهمية بمكان، بحيث أنه لا يمكن في الحقيقة تجاوزه، وخصوصا بعد الإجراءات التي اتخذها
المجلس الرئاسي، وهذا دليل يثبت أن بالإمكان في الحقيقة الوصول إلى حلول لو كانت فيه رغبة سياسية. وأنا هنا لا أتحدث بالطبع عن مجلس الدولة ومجلس النواب، لأن مجلس الدولة ومجلس النواب لن يتفاهم في أي أمر آخر مهم يقضي بإبعادهم عن المشهد. لكن محافظ مصرف الليبيا المركزي معناها أموال، الوصول إلى أموال الدولة ستقف وجيوب هؤلاء أنفسهم ستقف، لذلك كان لابد من الوصول إلى حل. وشاهدنا يعني إجماع شبه كامل على شخصية المحافظ ونائبة، وفي الحقيقة طبعا هو هذا كان شكلي بس، لأن المفاوضات كانت مستمرة من حوالي 3 أسابيع إلى حد الوصول إلى ما شاهدناه اليوم. يعني هذا كله أمر دبر من وراء الكواليس، وما شاهدناه اليوم هو فقط لإضفاء الشرعية عن على هذا الإجراء. طيب، هل سنشهد تسليما واستلاما سلسا بين المحافظ المكلف من الرئاسي والمحافظ الأخير الذي تم التصويت عليه؟ بدون شك لن يكون هناك أي عرقلة لتسلم المحافظ الجديد. المشكل مش هنا، المشكل سيبدأ بعد ما نتسلم المحافظ الجديد المنصب متاعه. اليوم نعرفه أن مثلا المحافظ الحالي أصدر قرار بإلغاء الضريبة على سبيل المثال، يعني وهو إجراء قانوني، لأن هذه الضريبة يعني في ضدها حكم قانوني، وهي أصلا ليست لا من صلاحيات رئيس مجلس النواب ولا من صلاحيات المحافظ أن يفرضها. الآن المحافظ أول عقبة مهمة حقيقية سيجد نفسها أمامها المصرف المركزي الجديد أو إدارة المصرف الجديدة هي موضوع الضريبة. الآن الضريبة ملغية، هل سيستمر بتطبيق هذه الضريبة على العملة الصعبة أم لا؟ إذا استمر في فرض هذه الضريبة سيجد نفسه أمام الشارع بإجراء غير قانوني، وهنا مشكل كبير. وإذا أوقف هذه الضريبة لن يجد الأموال الكافية للصرف على الأطراف اللي وقعت عليه الإتيان به كمحافظ المصرف المركزي. لذلك اللي فات هذا كله ما فيش مشاكل، المشاكل ستبدأ بعد الاستلام وهي لن تكون مشاكل بسيطة. يعني برأيك ما الذي يمكن فهمه بعد إقرار مثل هذا القرار فيما يتعلق بإلغاء الضريبة، موافقة أدبيبة كحكومة الوحدة على هذا الإجراء، ولم يتسلم بعد المحافظ الجديد إدارة المصرف؟ ما الذي يمكن فهمه؟ هو شوف الاتفاق المفروض أن تلغى قرارات المحافظ السابق اللي هو عبد الغفار، لكن هنا المشكل أكبر من هذا بكثير، لأن الضريبة أصلا غير قانونية وليس من حق رئيس مجلس النواب أن يفرض الضريبة، والمحافظ الحالي استجاب للقانون لأن في حتى أحكام قضائية. الآن المصرف المحافظ الجديد تجد نفسه في الحقيقة أمام مشكل حقيقي، لأن الأموال الموجودة وخصوصا في ظل إغلاق النفط لن تكفي لتمويل حكومتين، وخصوصا موضوع الإعمار والمليارات اللي قاعدة تصرف هناك، سواء على حكومة دبيبة أو على حكومة أسامة حماد، وهي غير قانونية بالمناسبة. لذلك المحافظ الجديد تجد نفسه في موقف صعب، لا أحد يستطيع الآن يعني أنه يتوقع ما سيحدث أو يتنبأ بما سيحدث المدة القادمة، ولكن كما قلت المشاكل السياسية ستبدأ بعد ما يستلم المحافظ الجديد وليس قبل. طيب، بخصوص النفط كما أشرت، هل يعني سنشهد بالفعل فتحا للموانئ وإنتاج النفط كما تم الاتفاق؟ هو طبعا سيتم فتح الموانئ، لكن المشكل مش هنا، المشكل ان فيه سلطة تفرض على الليبيين انها تسكر الموانئ وتسكر حقول النفط، وللآن لم نجد حلا في هذه المشكلة. يعني هذه مشكلة المفروض ما خارج مشكلة المركزي. الآن اللي سيطر على الحقول والموانئ شنو هي صفته في الدولة الليبية؟ ما فيش حد يحاول يحل المشكل السياسي الحقيقي في ليبيا، الكل يحاول يحل مشاكل العرضية الجانبية، ولكن المشكل الحقيقي ما فيش حد يقرب منها. لذلك للأسف الشديد أقولها، يعني أنا لا أرى ضوءا في نهاية النفق بالنسبة للأزمة الليبية. الأزمة الليبية يعني ما زالت مستمرة ولمدة طويلة أيضا. مجلس الإدارة هل سيكون بالتفاهم بين الأجسام الثلاثة برأيك؟ هو وصول هذا المجلس كان بالاتفاق،
يعني كانت فيه مفاوضات بين الكل، الحكومة حكومة الدبيبة، بين أولاد حفتر، بين مجلس النواب وبين مجلس الدولة وبين المجلس الرئاسي. يعني ما جاش المحافظ المصرف المركزي بتصويت مثلا مجلس النواب ومجلس الدولة. الحقيقة مش هيك، الحقيقة أنها فيه تفاهمات وخصوصا بين الحكومة في طرابلس بين أولاد دبيبة، يعني هذا أبو آسف بين أولاد حفتر، يعني هم اللي أتوا بالمحافظ الجديد. كان السيد تنتوش ربما يكون هو له الدور الأكبر في الوساطة للوصول إلى هذه الشخصية، ولكن كما قلت يعني الاتفاق كان بين الحكومة وبين ولاد حفتر. تمت مباركة هذا الاتفاق من مجلس الدولة والمجلس الرئاسي ومجلس النواب، لذلك سيستلم بكل سلاسة المحافظ الجديد. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي محمد فؤاد. إذن مشاهدينا ننوه إلى هذه العواجل التي تظهر أسفل الشاشة، حيث قالت السفارة الأمريكية في ليبيا في بيان لها إنها تشارك ترحيب البعثة الأممية بتعيين محافظ ونائب جديدين لمصرف ليبيا المركزي، وقالت أيضا إنها تأمل في أن يمهد هذا الاتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الذي تيسره البعثة الأممية أن ييسر الطريق نحو استعادة الثقة وتعزيز الحوكمة في المصرف المركزي. وقالت أيضا السفارة الأمريكية في ليبيا في بيانها إنها تحث أصحاب المصلحة الليبيين على التوصل إلى توافق بشأن الآراء أو في الآراء بشأن آلية شفافة وخاضعة للمساءلة لإدارة إيرادات ليبيا لصالح الشعب. آسف. نعم مروى، إذن السفارة الأمريكية تقول في ليبيا أنها تشارك ترحيب البعثة الأممية بتعيين محافظ ونائب جديدين لمصرف ليبيا المركزي، كما تأمل أن يمهد هذا الاتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الذي تيسر البعثة الأممية الطريق نحو استعادة الثقة وتعزيز الحوكمة في المصرف المركزي. السفارة الأمريكية تقول أنها تحث أصحاب المصلحة هنا الليبيين على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن آلية شفافة وخاضعة للمساءلة فيما يتعلق بإدارة إيرادات ليبيا لصالح الشعب. أعلنت إدارة المصرف المركزي المكلفة من الرئاسي وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي بداية من يوم غد الثلاثاء. أوضحت الإدارة في بيان لها أن إيقاف فرض الضريبة يأتي امتثالا للأحكام القضائية الصادرة بشأن وقف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس مجلس النواب وتعزيزا لمبادئ العدالة والقانون، مؤكدة حرصها على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالخصوص وفق البيان. هذا وشهد سعر صرف الدينار تحسنا ملحوظا أمام سلة العملات الأجنبية إثر تصويت مجلس النواب على تعيين محافظ للمصرف المركزي ونائب له، حيث سجل سعر صرف الدينار تذبذبا أمام الدولار تراوح بين 6.5 دنانير و7 دنانير للدولار الواحد في تعاملات السوق الموازية لليوم. يشار إلى أن قيمة الدينار شهدت انخفاضا أمام الدولار بسبب أزمة المركزي، وصل إلى أكثر من 8 دنانير للدولار الواحد قبل نحو 10 أيام. إلى ذلك هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الليبيين بما قال إنها إجراءات متخذة لدعم قوة الدينار الليبي ورفع المعاناة التي لحقت بهم نتيجة القرارات التعسفية وفق تعبيره. أكد دبيبة في منشور له بمنصة إكس عزم الحكومة على التنسيق مع المؤسسات المعنية واتخاذ كل ما يلزم في هذا الإطار، مثمنا الجهود المبذولة التي صححت الوضع بمصرف ليبيا المركزي وعملت على إيجاد مؤسسة مهنية مستقلة على حد قوله. بدوره قال عضو مجلس النواب سالم جنيدي أن قرار إدارة المصرف المركزي المكلفة من المجلس الرئاسي إلغاء الضريبة المفروضة
على الدولار يعد خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح. وأضاف جنيدي في مداخلة مع الأحرار الاثنين أن تلك الضريبة فرضها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح سابقا بشكل غير قانوني ودون أن يقرها المجلس نفسه. عقب أكثر من 6 أشهر على موافقة مجلس النواب بشأن فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي بقيمة 27%، ها هي إدارة المصرف المركزي المكلفة من الرئاسي تصدر قرارا جديدا يلغي العمل بالقرار السابق. وفي التفاصيل قال المركزي إن هذه الخطوة جاءت امتثالا للأحكام القضائية الصادرة سابقا وحرصا على تنفيذ هذه الأحكام وتعزيزا لمبادئ العدالة والقانون. على الفور شهد سعر صرف الدولار في تداولات السوق الموازية انخفاضا فوريا ليصل إلى ما دون 6.5 دنانير للدولار الواحد، انخفاض تعددت أسبابه سواء من قرار إلغاء فرض الضريبة المفروضة أم من اعتماد البرلمان محافظا جديدا، إضافة إلى إقرار مجلس الدولة اتفاق المركزي الذي رعته البعثة الأممية. أولى ردود الفعل صدرت عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة الذي بارك ما وصفها بالخطوات الإيجابية المصححة لوضع المركزي التي عملت على إيجاد مؤسسة مهنية مستقلة للليبيين، رأي شاركه فيه عضو مجلس النواب سالم جنيدي الذي قال للأحرار إن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح وإن الضريبة فرضت سابقا بشكل غير قانوني ودون إقرار من المجلس نفسه. قرار عقيلة صالح السابق المثير للجدل كما وصفه البعض فجر آنذاك موجة من ردود الفعل رسمية وشعبية رافضة لفرض رسوم على شراء الدولار لتأثيره السلبي على الحياة المعيشية للمواطنين. سياسيا تعمق الخلاف بين مجلسي النواب والدولة حيث طالب الأخير بإلغائه رافضا تحميل المواطن تبعات الإنفاق الموازي مجهول المصدر. أما دبيبة فعبر آنذاك عن رفضه لما له من آثار سلبية. التذبذب السريع والمستمر في سعر الصرف أفرز دعوات لإيجاد رؤية تنهي الوضع الحالي عبر تنويع مصادر الدخل وفرض الاستقرار إضافة إلى إصلاح المنظومة الإدارية ومحاربة الفساد، بينما يتساءل المراقبون عن ضمانات تنفيذ القرار الأخير من قبل الإدارة المعينة حديثا للبنك المركزي. قالت القائمة بأعمال البعثة الأممية في ليبيا ستيفاني خوري إنها تلقت وعودا من الجهات الرسمية بالمنطقة الشرقية بفتح الحقول والموانئ النفطية في أسرع وقت ممكن. ودعت خوري في تصريحات لموقع أفريكا أي أفيري الإيطالي، دعت كافة الأطراف الليبية إلى حماية موارد البلاد والحفاظ عليها بعيدا عن الصراعات السياسية، مشددة على ضمان الحكم الرشيد واستقلال المصرف المركزي. من جهتها قال رئيس النقابة العامة للنفط سالم رميح إن الحقول والموانئ ما تزال مغلقة حتى الآن، معربا عن أمله في أن تفتتح قريبا. أضاف رميح للأحرار أن الخسائر اليومية تقدر ب 850,000 برميل يوميا بما يعادل 416 مليون دينار، مع الإشارة إلى أن بعض الحقول كالشرارة قد توقفت قبل الحقول الأخرى بفترة من الزمن. سياسيا، بحث النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير المستجدات السياسية في البلاد. جاء ذلك في لقاء جمعهم بطرابلس الاثنين، شدد فيه النائبان بالرئاسي على ضرورة دعم المجتمع الدولي للحلول التي يقودها الليبيون لتحقيق الاستقرار. من جانبه أكد المبعوث الفرنسي دعم بلاده لجهود تحقيق الاستقرار والتواصل مع كل الأطراف السياسية للوصول إلى الانتخابات عبر حلول ليبية، مشيرا إلى استمرار بلاده في التشاور مع الدول المهتمة بالشأن الليبي لإيجاد صيغة مناسبة تسهم في حل الأزمة الراهنة.
إلى ذلك بحث رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لليبيا بول سولي بحث المستجدات على الساحة السياسية بما في ذلك جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار وإتمام الاستحقاقات الانتخابية. ناقش الجانبان خلال اجتماع لهما في طرابلس الاثنين فرص التعاون في المشاريع التنموية والبنية التحتية التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد بالإضافة إلى الإجراءات التنظيمية في القطاع المصرفي والمالي وفق ما نشره المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة. هذا وقالت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري أنها التقت المبعوث الفرنسي لليبيا بول سولير والسفير الفرنسي مصطفى مهراج وناقشت معهما الحاجة الملحة لدفع العملية السياسية في ليبيا وإجراء الانتخابات. وأضافت خوري في منشور على حسابها بمنصة إكس أنهم شددوا على الأهمية البالغة لتوحيد مؤسسات الدولة بما في ذلك قوات الأمن والجيش تحت إشراف مدني وفق تعبيرها. في خبر آخر، بحثت القائمة بأعمال البعثة الأممية ستيفاني خوري مع النائب العام صديق الصور بحثت الحاجة إلى حماية الفضاء المدني لخلق بيئة سياسية وانتخابية صحية. جاء ذلك في لقاء جمعهما بطرابلس الاثنين ناقش خلاله التحديات التي تواجه سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في ليبيا، مؤكدين ضرورة أن يكون عمل أجهزة الأمن وإنفاذ القانون خاضعا للمساءلة. الآن إلى الأخبار الاقتصادية. عم آزم ما يسحبنا إليها الزميل حمزة قديش. إليك حمزة. شكرا لكم. نشر مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية، حيث بلغ سعر صرف الدولار 6 دنانير و28 درهما، بينما بلغ سعر صرف اليورو 6 دنانير و726 درهما، في حين سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني نحو 8 دنانير و68 درهما. من ناحية أخرى، سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية تباينا في تعاملات السوق الموازية الاثنين، حيث سجل سعر صرف الدولار 6 دنانير و800 درهم، هذا وبلغ سعر صرف اليورو 7 دنانير و500 درهم، في حين سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني نحو 9 دنانير و500 درهم. سقوط حر لأسعار صرف العملات الأجنبية، هذا هو العنوان الأبرز بالسوق الموازي. تداولات الاثنين شهدت انخفاضا متسارعا لأسعار العملات خاصة الدولار. تداعيات هذا الانخفاض جاءت بعد جلسة مجلس النواب التي جرى خلالها المصادقة بالإجماع على اعتماد محافظ جديد للمصرف المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعسي على أن يشكل مجلس إدارة خلال 10 أيام وفق ما أعلنه النائب الثاني رئيس المجلس. وعقب تصويت النواب، أعلن مصرف ليبيا المركزي المكلف من الرئاسي بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب بشأن فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي ابتداء من غد الثلاثاء، وذلك امتثال للأحكام القضائية وفق نص القرار. قرار المركزي وصفه بعض المراقبين بأنه قرار ليس ذي صفة في انتظار مباشرة مجلس الإدارة الجديد مهامه بعد 10 أيام من الآن، والذي سيشكل من خلالها مجلس إدارة من قبل المحافظ الجديد المصرفي ناجي عيسى على أن يجتمع بعدها ويمضي قرار إلغاء الضريبة أو يلغيها. وبعد كل ما حدث في هذا اليوم، يبقى السؤال المتداول لدى المراقبين للمشهد المالي: ما الأسعار التي ستستقر عليها العملات الأجنبية؟ أم ستكون هناك حالات من التذبذب بين الانخفاض والارتفاع وفقا لمعطيات السوقين الرسمي والموازي؟ وتزامنا مع ذلك، عقدت اللجنة المالية جلستها الأولى لمناقشة مقترح مشروع الميزانية لعام 2025 المقبل. وعقدت اللجنة المالية المشكلة بقرار من وزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك اجتماعها بحضور كامل أعضائها بمبنى ديوان الوزارة بطرابلس مع الجهات الممولة من الخزانة العامة كلا حسب الجدول الزمني المعد من قبل إدارة الميزانية، وذلك لبحث مقترح مشروع الميزانية للعام القادم.
قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج إن الدولة الليبية فشلت اقتصاديا رغم أن عمرها 74 سنة، وهي تحتاج إلى رؤية شاملة لإخراج البلاد من الفشل. وأضاف الحويج في كلمة له خلال المؤتمر الثاني للمركز الليبي للدراسات ورسم السياسات، أضاف أن البلاد تعتمد اعتمادا كليا على النفط ولم تنوع مصادر دخلها، مشيرا إلى أن أسباب الفشل تعود إلى عدم الاستقرار السياسي وتقلبات الرؤية الاقتصادية وعدم التركيز على التنمية المستدامة وتهالك المنظومة الإدارية والفساد وانتشار عقلية الغنيمة. وفق قوله: الاقتصاد الليبي بمقدراتي بسياساتي بإمكانياتي هو اقتصاد قاعد معتمد على النفط الخامرة، بس بيعوا براميل وخلاص بس، لكن النفط حتى هو ما درنا فيه شيء. عدم ثبات الرؤية الاقتصادية في كل زمن ليبيا من استقلالها لليوم لم تثبت الرؤية الاقتصادية أبدا، وهذه واحدة من الأمراض التي يعاني منها الاقتصاد الليبي. عدم التركيز على التنمية المستدامة أبدا، مجرد سؤال لماذا؟ تهالك المنظومة الإدارية، متهالك المنظومة الإدارية أبدا، وهذا في كل مراحله. الفساد طبعا هذه كارثة أخرى. فكر الغنيمة يبدأ عند موجود كل واحد، وهذه كارثة أخرى. من جهته قال وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي العابد الرضا أن الاقتصاد الليبي هو اقتصاد ريعي اشتراكي أدى إلى عدم تطوير التشريعات المنظمة للاقتصاد الوطني. وأوضح العابد أن القانون رقم 23 من عام 2010 مكبل للاقتصاد الوطني ولم يتم تطويره رغم تعاقب الحكومات عليه، وأن المؤسسات العامة ما زالت تعاني تداعياته، نفيا في الأنداته وجود البطالة في البلاد، قائلا إن العديد من الشباب الخريجين يريدون الحصول على التعيين من قبل الدولة فقط دون النظر في إمكانية إقامة مشاريع خاصة سواء كانت صغيرة أو متوسطة. وفق قوله: احنا حتى زيادة المرتبات لما صدر قرار مجلس الوزراء استندنا على مادة في القانون ان اللجنة الشعبية العامة يحق لها ان هي تنظر في زيادة المرتبات، كان ما قدرناش نزيدوه، وبالتالي في بعض الامور لتطوير ودعم الاقتصاد تحتاج لتشريعات. راهو ما عندناش بطالة، أي واحد يقول لك في بطالة راهو ما فيش، هذه معلومة غير صحيحة. يعني كيف الاقتصاد عندي في بطالة ودولة عندي في بطالة؟ عندي 3 مليون أجنبي يشتغلوا في ليبيا ويحقوا في أرباح ودخل، ويجيني شاب يقول لي في بطالة. إحنا لدينا شباب يبحثوا عن التعيين في الدولة فقط، يبوا تعيين في الدولة، يبي مرتب، ما عندهاش فكرة ريادة الأعمال، لا عنده فكرة إنه يدير مشروع صغير ولا مشروع متوسط، لكن إنه واحد يجيني يقول لي في بطالة في ليبيا، ما فيش بطالة في ليبيا. كشفت شركة البريغا لتسويق النفط والغاز عن توزيعها أكثر من 6 ملايين لتر من البنزين وتوزيع أكثر من 1 مليون لتر من الديزل على محطات التوزيع في مدينة طرابلس وضواحيها. وأوضحت الشركة أنها وزعت أكثر من 5 ملايين لتر من البنزين وما يقارب من 11 مليون لتر من الديزل من مستودع راس المنقار في بنغازي، في حين تم توزيع أكثر من 1 مليون لتر من البنزين وما يزيد عن 230,000 لتر من الديزل على مدينة سبها وبعض مدن المنطقة الجنوبية انطلاقا من مستودع سبها النفطي. من ناحية أخرى، يشتكي سكان بلدية وادي عتبة من نقص غاز الطهو وتأخر وضعف الكميات المرسلة من مستودع سبها والتي لا تكفي عدد سكان المناطق بالبلدية. عبد السلام السبهاوي والتفاصيل. تستمر أزمة نقص غاز الطهو ببلدية وادي عتبة، حيث أصبحت شحنات الغاز لا تأتي إلا مرة أو مرتين في الشهر، إضافة إلى ضعف الكميات المرسلة من مستودع سبها والتي لا تكفي عدد سكان المناطق بالبلدية. منطقة وادي عتبة تعاني في نقص الوقود ونقص اللي هو الغاز، فنتمنى من لجنة اللي هو أزمة الوقود والغاز زيادة الكمية وعمل اللي هو حلول لفض هذه اللي هو الطوابير الطويلة، وحتى يتمكن المواطن من اللي هو تحصل على احتياجاته من الوقود. في السوق السوداء حيث يصل لنا 70 دينار إلى 80 دينار الاستوانة، المستودع ما يجيه إلا 3 شهور 4 شهور ويجيه كمية ناقصة، يعني الناس كلها تعاني من نقص في الغاز. تتزامن هذه الأزمة مع أزمة نقص المحروقات والسيولة النقدية، أزمات أثقلت كاهل المواطنين وحملتهم أعباء إضافية تضاف للأعباء الأخرى التي يعيشونها. السنوات السابقة كانت كمية الغاز متوفرة وبكميات
تاتي باستمرار، لكن الفترة هذه بعد عدة شهور وسجينا كمية نور الغاز، فبدأت الناس الطاين تاعهم، وإذا كانت الكهرباء موجودة قد يستخدموا الفرنيل الواد وغيرها من الهذا، لو كان غير موجودة الناس بتعاني أو تطبخ على اللي هو الحطب، والحطب كما عارفين في الفترة الأخيرة بدأت الناس تعاني اللي هو من ضيق اللي هو في الصدر، وقد يؤدي الدخان إلى الالتهابات والصدر ما يؤدي إلى بعض الأمراض عند بعض الأشخاص. أهالي البلدية طالبوا الجهات المعنية بتوفير إمدادات الغاز بالسعر الرسمي وبشكل منتظم وبكميات تتماشى مع الطلب الكبير عليها لرفع المعاناة المستمرة عنهم والتي امتدت لسنوات إسوة بباقي المدن والمناطق الليبية. ختام جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة، العودة الآن لزميلين مروى وأسف. شكرا لك حمزة. شكراً. تستمر معاناة سكان أحياء عديدة بمحلة توش ببلدية الغريفة جراء انقطاع التيار الكهربائي، وذلك بعد انفجار محول الكهرباء الذي يغذيها بسبب الأمطار التي هطلت على المحلة نهاية أغسطس الماضي. أحياء عديدة بمحلة توش ببلدية الغريفة تكمل شهرا كاملا بلا كهرباء بعد انفجار المحول الذي يغذيها بسبب هطول الأمطار نهاية شهر أغسطس الماضي. المحول اللي تشوف فيه هذا طبعا انضرب اللي هو يوم 28/8 نتيجة الأمطار ونتيجة الحمولة اللي صايرة عليه، لأن المحول هذا القدرة متاعه يعني ما تغذيش الحي بالكامل، وفي نفس الوقت الحي المحول هذا يعني قديم يعني هو ثبت في المكان هذا في 1900 اللي هو 74. أثر هذا الانقطاع المتواصل للكهرباء على الحياة اليومية والخدمية للسكان، حيث أجبر العديد منهم على ترك منازلهم والانتقال إلى منازل أقاربهم في أحياء أخرى بالمحلة، والبعض فضل الانتقال إلى مناطق مجاورة. الآن 55 حوش أو 60 حوش بدون كهرباء لمدة 30 قرابة 30 يوم. يعني نناشدكم الأخوة المسؤولين في شركة العمل الكهرباء، ونناشد الأخوة المسؤولين في قطاع الكهرباء، والأخوة المسؤولين في الدولة أن تنظروا لهذا الناس هذين اللي هم منقطع عنهم الكهرباء. سكان المحلة طالبوا شركة العمل الكهرباء بضرورة الإسراع في تركيب محول جديد يغطي الطلب المتزايد على الطاقة وينهي هذه المعاناة التي طال أمدها. إذن للاستفسار حول الوضع هناك ينضم إلينا عبر الهاتف من الغريفة عميد بلدية الغريفة السيد تواتي بكا، أهلا وسهلا بك. بداية سيد تواتي، أطلعنا عن السبب الرئيسي الذي ساهم في استمرار انقطاع الكهرباء لمدة تجاوزت الشهر في بلدية توش أو محلة توش. نحييكم ونحيي قناة ليبيا الأحرار على هذا التواصل وعلى ما تقوم به من مجهودات لتغطية كل المشاكل خاصة لدينا في المنطقة الجنوبية ومتابعة معاناة الناس ومشاكلهم، فنحييكم على هذا الجهد المبذول من خلالكم. أما بما يخص مشاكل الكهرباء بالتأكيد هي مشاكل متعزمة على مستوى البلدية والله على مستوى الوادي والمنطقة الجنوبية، وهذه المشاكل هي نتيجة تراكمات موجودة في قطاع الكهرباء، وهو بالتأكيد متمثل في عدة مشاكل تواجهها هذا الموضوع، وخاصة أن منطقتنا الجنوبية الآن توجد بها محطة غازية، وهذه المحطة كان من المفترض أن هذه المحطة تشتغل بالغاز، ولكن المحطة هذه ما زالت تشتغل بوقود الديزل، وهذا بالتأكيد احنا نحتاج اولا بحيث نتمكن او تتمكن هذه المحطة بتغطية احتياجات المنطقة الجنوبية وخاصة منطقة وادي الحياة والمناطق المحيطة بها ان تزود هذه المحطة بالغاز، وهذا ما تحتاجه المحطة من خلال المهندسين المتخصصين في هذا الجانب، اطلعونا بانه يحتاج الى توصيل خط للغاز من خلال حقل عطشان بحيث على الاقل تتمكن هذه المحطة وتشتغل بوفق ما أعدت له أو ما يزود به هذه المحطة من غاز موجود لدينا في الحقول في المنطقة الجنوبية. هذه السبب الأول. المشاكل اللي نعانوا منها في موضوع الكهرباء هي مشاكل متراكمة، أولا من خلال محطات الجهد المتوسط، وهذه المحطات الموجودة عندي على مستوى البلدية محطات منتهية الصلاحية، بمعنى هذه المحطات من السبعينات
والآن وضح حقيقة سيئة من خلال الفنيين والمهندسين أثبتوا أن هذه المحطات في أي لحظة ممكن أن تتوقف عن العمل، سواء كانت المحطة الموجودة في بريك وكذلك المحطة الموجودة في قايرات. هذه المحطتين الموجودتين على مستوى البلدية محطات متهالكة منتهية الصلاحية وتحتاج إلى تجديد، ولا بد من إيجاد محولات الجهد المتوسط بحيث على الأقل نمكن السكان على مستوى البلدية وتمدهم بالطاقة المطلوبة. طيب سيد تواتي اسمح لي، الكهرباء ضرورة حياتية، الآن مدة تجاوزت الشهر دون هذا المرفق، هل تواصلتم مع من في يد حل هذا الأمر والتعامل مع هذه الأسباب التي ذكرتها؟ بالتأكيد طبعا احنا تواصلنا في خصوص هذا الموضوع وكل المواضيع. زي ما قلت لك، هي مشكلة الكهرباء ما هيش الآن، أعتقد أن مشكلة توش هي الموضوع الآن اللي عرى كل المشكلة الموجودة على مستوى المنطقة. إن هذه المشكلة، مشكلة توش الآن اللي تعاني مدة شهر كامل في انقطاع الكهرباء، أنا متوقع حقيقة بين لحظة وأخرى زي ما بين الفنيين على هذه المستوى ممكن المنطقة بالكامل، بل منطقة البلدية بالكامل ممكن حينقطع عنها الكهرباء من خلال محطة بريك الآن المنتهية زي ما قلت لك الصلاحية، وتشتغل بطاقة فوق قدرة هذه المحطة. الآن المحطة منتهية الصلاحية وتحتاج إلى تجديد محولات الجهد المتوسط على الأقل محولات 20 ميجا بحيث على الأقل تمكن هذه المحطة من شغلها. مشكلة توش الآن معروضة وموجودة عن كل الجهات. الآن أنا موجود في 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 بنغازي للتواصل مع الحكومة الليبية، ولكن طمنوني اليوم الأخوة سواء كان مختار محلة توش أن الآن تحصلوا على المحول وهو في طريقه للمحلة، وهذا بالتأكيد من خلال جهد كل الخيرين الذين ساهموا سواء كان من مواطنين من إعلاميين نقلوا صورة. ولكن للأسف حقيقة أن نصل إن حاجة المواطن لا يتمكن من الحصول إليها إلا من خلال الظهور الإعلامي، بمعنى لابد أن تكون هناك وقفات احتجاجية بحيث تحصل وتنحل المشاكل. هذه مشكلة كبيرة. المسؤولين في 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 قطاع الكهرباء يجب أن حقيقة أن يكونوا على المستوى، أن نحيي كل المخلصين منهم والقائمين بعملهم، لكن هذه مسؤولية على الشركة حقيقة أن يقع داخل محلة سكانية، منطقة سكانية، المواطن مدة شهر كامل تنقطع عنه الطاقة الكهربية، خاصة أن المواطنين، عديد المواطنين في هذه المحلة موقعين عقود مع الشركة ويتم السداد المصرفي من خلال حساباتهم، وهذا بالتأكيد جانب قانوني مهم. أنا الآن لما نوقع عقد أو مواطن موقع عقود مع الشركة ويسدد ما عليه من التزامات، وكذلك الشركة ما هيش قائمة بعملها، بمعنى ما دام المواطن يخلص في 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 اقساط المطلوبه منه من خلال عقود موقعه، يستوجب على شركه الكهرباء ان تقوم بعملها وتوصل الكهرباء وتوفر ما يحتاجها من محولات. نعم. وهذا نتمنى ان يكون في كل المستويات. نعم. ايضا حقيقه في جانب مهم جدا، الان المحولات الموجوده في كل الاحياء زي ما تحدث الاخوان في توش ان اللي حصل المحول هو انفجار نتيجه الكثافه السكانيه والحموله الموجوده على هذا المحول، وهذه الحمولات موجودة في كل المحولات. المحولات فيما سبق، المحول الآن اللي وضع على 50 مسكن الآن يشغل فيه 200 مسكن، وهذه مشكلة أيضاً عظيمة، بمعنى أن كل المحولات الموجودة في كل الأحياء في كل المناطق تعاني من هذه المشكلة. كذلك للأسف منك سيد التواتي بكى، هذا ما يسمح به وقت المداخلة، المفهوم أن المحلة محلة توش تعاني من أزمة كهرباء ولا بد من التعامل معها. نأمل أن يصل صوتك وكل هذه المناشدات للمعنيين بحل الأزمة هناك. شكرا جزيلا لك عميد بلدية الغريفة سيد تواتي بكا، كنت معنا عبر الهاتف من الغريفة، شكرا لك. أما الآن مشاهدينا فإلى جولتنا في أخبار الرياضة. إلى زميل مازن شكرا. شكرا لكما. جولة في آخر الأخبار الرياضية، حياكم الله. استهل منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته في طرابلس قبل السفر إلى نيجيريا لخوض مباراة الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كان 2025. المدرب ناصر الأحضري استهل التدريبات بتجمع أول في طرابلس على أن يتحول المنتخب بعد ذلك إلى بنغازي للانطلاق منها إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، وذلك في 17 أو 7 من أكتوبر الجاري، أي قبل 4 أيام من مواجهة صاحب الأرض لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كان 2025.
من جانب آخر سيستضيف ملعب شهداء ابنين في بنغازي مباراة المنتخبين السوداني والغاني في 14 من الشهر الجاري لحساب الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2025. اختيار ملعب شهداء ابنين من قبل الاتحاد السوداني لكرة القدم جاء لما وجده من أريحية كاملة على الأراضي الليبية. هذا ويحتل المنتخب السوداني المركز الثاني بالمجموعة السادسة بثلاث نقاط، بينما لم يحقق المنتخب الغاني سوى نقطة وحيدة جعلته في المركز الثالث. طالبت أندية مصراتة والمنطقة الوسطى، طالبت رئيس وبقية أعضاء المكتب التنفيذي باتحاد الكرة بتقديم استقالته من خلال بيان جماعي ظهر اليوم. البيان طالبت فيه الأندية اللجنة الأولمبية الليبية برفع المطالب للفيفا واختيار لجنة تسييرية. إنها تطالب بالآتي: مطالبة ما تبقى من المكتب التنفيذي للاتحاد العام الليبي لكرة القدم بضرورة تقديم استقالاتهم بصورة فورية وعاجلة. مطالبة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم بضرورة استعجال في إجراء انتخابات لاختيار المكتب التنفيذي للاتحاد العام لكرة القدم، أن يكون ذلك في موعد اجتماع الجمعية العمومية القادم يوم 13 أكتوبر لهذا العام. في حالة تحني عما تبقى من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، نطالب اللجنة الأولمبية الليبية برفع مطالبنا إلى الفيفا ولحاجتهم بشكل لجنة تأثيرية تعمل على إجراء انتخابات عاجلة للاتحاد الليبي لكرة القدم. بدورها رفضت رابط أندية الدرجة الأولى بالجبل الأخضر ما صرح به رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني عن استحداث بطولة جديدة تحت اسم دوري المحترفين، معتبرة المقترح مضرا بأندية الدرجة الأولى. نحن روابط الأندية الدرجة الأولى، نادي الأفريقي دارنا، نادي شباب الجبل شحات، نادي المنار سوسة، نادي التلال قرميدة، نادي القروان مسة، نادي الانتصار الفيدية. أولا نبارك للأندية التي شملها قرار الصعود لدور الممتاز وتمنى لهم التوفيق. ثانيا نرفض ونستنكر ما ورد في حديث السيد رئيس اتحاد الكرة باستحداث ما يسمى دور المحترفين ودور الممتاز ودور الدرجة الأولى، وهو الذي وهو ما ترتب عليه وقوع الظلم على أندية الدرجة الأولى ورجوعنا نقطة إلى الخلف. نرفض هذا المقترح رفضا قاطعا. ثالثا نطالب السيد رئيس اتحاد الكرة بالاستماع لمطالب الشارع الرياضي والأندية الرياضية بسرعة انعقاد الجمعية العمومية والذهاب إلى الانتخابات المبكرة صدر في مدينة درنا بتاريخ 29/9/2024 بنادي الأفريقي. يواصل النادي الأهلي طرابلس تحضيراته لاستضافة مباريات مجموعته بتصفيات بطولة البال المقرر انطلاقها في 8 أكتوبر بالقاعة الكبرى للألعاب الرياضية بالعاصمة طرابلس. الاجتماعات متواصلة في مقر الاتحاد الليبي لكرة السلة لدراسة كل النقاط الخاصة باستضافة المباريات المقرر انطلاقها في الأسبوع الأول من أكتوبر ووضع الترتيبات الخاصة بتشكيل لجان العمل لإنجاح هذه النسخة من التصفيات التي تشهد مشاركة 8 فرق إفريقية. يواصل بطل الكأس الموسم الماضي فريق النصر تدريباته في مدينة الإسكندرية تحضيرا لخوض مباراة كأس السوبر كرة السلة أمام بطل الدوري في الموسم الماضي الأهلي طرابلس، وذلك في 17 من الشهر القادم. فريق النصر يتطلع بشدة لتحقيق بداية قوية وخطف لقب افتتاحية الموسم رغم صعوبة المهمة أمام الأهلي طرابلس الذي يستعد بدوره للموسم الجديد ولتصفيات البال على الواجهة القارية، ما يشير لقمة مرتقبة في مجمع رجب عكاشة مسرح اللقاء. انضم اللاعب نبيل السعدي لفريق الاتحاد لكرة السلة قادما إليه من الشباب العربي ضمن تعزيزات فريق الاتحاد للموسم الجديد. صفقة انضمام السعدي هي الخامسة للاتحاد بعد صفقة علي الصويعي القادم من الأهلي طرابلس ولاعب الهلال خالد الأوجلي، بالإضافة للثنائي المعار من الجزيرة محمد بكا وأيسم شيع، فضلا عن التعاقد مع المدرب المصري أمير إبراهيم لتدريب الفريق. توج النصر بلقب بطولة ليبيا للكرة الطائرة لفئة الأوسط بفوزه على السويحلي بثلاثة أشواط لشوط في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين بمجمع سليمان الضرات ببنغازي مساء اليوم.
النصر كان الطرف الأفضل في اللقاء بحسمه للشوطين الأول والثاني، رغم عودة السويحلي للقاء من جديد، غير أن وسط النصر نجحوا في حسم الشوط الرابع لتنتهي المباراة بثلاثة أشواط لشوط ويتوج النصر بلقب البطولة. ختام رياضة الليلة، أعود مرة أخرى إلى الزملاء. إليكما. شكراً. أقامت كلية الدراسات الإسلامية بمصراتة المسابقة العلمية الأولى لحفظ متون القراءات وعلوم القرآن الكريم. وجرت فعاليات المسابقة على مستوى مدينة مصراتة، واستهدفت شريحة واسعة من حفظة القرآن الكريم وطلبة علوم القراءات. واختتمت المسابقة بتكريم الفائزين وتوزيع الجوائز، حيث عززت روح التنافس في حفظ متون القراءات وعلوم القرآن الكريم في البلاد. انطلقت هذه المسابقة برعاية قسم القراءات بكلية الدراسات الإسلامية، وهي تستهدف حفظ متون القراءات وعلوم القرآن الكريم، وقد سجل بهذه المسابقة قرابة 700 بين طالب وطالبة في جوانب عدة. وتنتظم أعمال هذه المسابقة على لجنتين، لجنة خاصة بالأولاد الذكور وأخرى خاصة بالإناث. هذا مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. إذن نترككم الآن مع حوارية ليلى وخالد سعيد. دمتم بخير. بعد تكليف مجلس النواب ناجي عيسى محافظا للمركزي ومرعي البرعسي نائبا له، ما مصير ما تبقى من بنود الاتفاق بين ممثلي المجلسين؟ وكيف سيعين مجلس إدارة المصرف مع مطالب المجلس الرئاسي بإشراك المجالس الثلاثة في تعيينه؟ وهل ستصمد الميزانية المعتمدة من مجلس النواب أمام تمسك المنفي بلجنة للترتيبات المالية؟ بعد الفاصل.